سباق 800 متر صدرية 136 ماتسينيسا عصام بوعلاق مدرب مسافات. يعني الوليد هذا عنده معايا 3 سنوات وهذه تعتبر ثاني مشاركة على المستوى الدولي بعد البطولة المغربية، وهذا تحضير منذ سنوات يعني الحمد لله. يعني وإن شاء الله كان تتويج اليوم، وكما كان الهدف اللي سطرناه من الأول توصلنا أنه يعني عملناه والحمد لله. شكرا، يعطيك الصحة. معتز فجراوي من قفصة، مرتبة أولى في البطولة العربية 2000 متر موانع. نشكر مدربي كامل الشكر على توصيلي لهذه المرتبة، والحمد لله اللي خدمنا ليه وصلنا له. ونشكر عائلتي وأصحابي وناس الكل، والحمد لله واللي خدمنا له وصلنا له. شيماء مزريقي كروز 200 متر جد زين بلاس، برغم اني كنت نجم نجيلولا ما ميسيرش اول اكسبيريونس. المره الجايه ان شاء الله خير، وان شاء الله نشرفوا تونس. يعني أسامة فرحات من تونس، شاركت البطوله العربيه وتحصلت على المرتبه الاولى، حققت رقم قياسي عربي وافريقي وتمكنت من الذهاب البطوله العربيه بطوله العالم تحتيم الرقم. ونقدم تحيه لرئيس الجامعه واصحاب الجمهور اللي يشجع فيها، ونعطي كلمه لاصحاب. فراس بن جدو ولد منزل بورقيبه من جمعيه الفولاذ الرياضي، وجيت لهنا من البطوله العربيه تشارك في 100 متر، ولكن ما كتبش المكتوب، جيت 4 ايام في سيري ثانيه وما ترشحتش فينال. اما من بعد شابت كيف مع دويرولي، وان شاء الله نشرفكم ونشرف التوانسه الكل. عسلامة، اسمي ميسة بغدير من جمعية ألعاب القوى بأكودة، شاركت في بطولة العربية للناشئين والناشئات، جت المرتبة الأولى في 5000 مارش. حبيت نشكر مسيو حسن حمزي اللي وصلني، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي نوصل في بطولات ما أكبر الموند وبرشا حاجات وإفريقية. مجاهد علي رئيس الوفد اليمني يتفرع بمنصتي. المشاركة التونسية بصفة عامة، الدورة هذه دورة استثنائية، ما كناش نفوت المغرب وإلا نفوت الجزائر. الآن توا عندنا 7 ميداليات ذهبية على تقريب توا 15 ميداية في الكل، معناها إحنا توا في الصدارة، وإن شاء الله نقعدوا في الصدارة، وبحول الله مش نقعدوا في الصدارة، لأن الناس قاعدة تخدم. هاك تشوفوا فيا أنا كيفاش مبحاح من العياط، فهمني؟ أضربوا تونس. أنا اللي زتلات نتاعي نقول له حط درابو تونس يجري قدامك ورد بالك لي فوق حد يفوت عداك ويتعدى درابو تونس. درابو ما فماش لازم أنا العداء، أنا نمثله بالعسكري اللي يدافع على بلاده. ما أنا عملت الرياضة وهذا اليدي هذه حطوها لي ليزونترونور نتاعي في مخي، وأنا نحطها في مخاخ ولادي إن شاء الله. وربي ينصرنا، وربي ان شاء الله فندي تونس ديما في العلالي، وربي ان شاء الله يحيد علينا البلاد ان شاء الله. المغرب 28 متر 16 سنتيمترات، والسيد عبد الحكيم الدوخي عضو اللجنه الفنيه بالاتحاد العربي للالعاب القوى تفضل بتتويج صاحب المرتبه الثالثه. مرتبة ثانية وميدالية فضية لجميلة ناموس من تونس 35 متر 70 من السنتيمترات، السيد خالد عمارة يتفضل بتتويج صاحبة المرتبة الثالثة. مرتبة أولى وميدالية ذهبية لآية لبقي من تونس 41 متر 16 من السنتيمترات،
والدكتور احمد الفاضل رئيس الاتحاد العربي لالعاب القوى يتفضل بتدريس صاحبه المرتبه الاولى والميداليه الذهبيه في مسابقه الرمح رمي الرمح. السلام، انا ايه الفقي، نعم رمي الرمح، هزيت الميداليه الذهبيه وكها ان شاء الله ديما فيما خير وان شاء الله في بطولات اخرى ان شاء الله. السلام، جميلة ناموس، جو سوي تري فيير اللي هزينا البلاصه الاولى والثانيه بوديوم، كانت حاجه ياسر اكسبيريونس مزيانه على الاخر وان شاء الله ديما سبورتيو بعضنا رغم اللي احنا دي كونكورون اما رانا تو نلعبوا على اسم تونس. ميرسي بوكو، لوبورتونيتي هذه مزيانه على الاخر وان شاء الله فيما حسن، ان شاء الله فيما خير وان شاء الله فيما احسن برشا. ميرسي، يعيشكم. ميرسي للسوبر الكل تونس كامله. ميرسي بوكو.